بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي أعزائي المستمعين والمستمعات وكل من يتابعنا أيضا على الصفحة الرسمية إذاعة الحياة الأفآم، سلام من الله عليكم وتحية قلبية خالصة مني إليكم. يسعدني كما يسعد زملائي أيمن ليجا على مستوى الإخراج التقني، وأيمن وابني محمد سيف الدين بولعريس على مستوى التقني الرقمي. إذن في هذه السهرة في برنامجكم الأسبوعي مسيرة كيف عن لمسة وفاة، نواصل المشوار ونصل الحوار مع أطبائنا في مدينة القيروان، أطبائنا اللي هما غاليين برشا على قلوبنا، وهما اللي قاعدين يقدموا في جليل الخدمات للمرضى. تحية وفاة، تحية محبة لكل أطباء القيروان وكل أحباء وكل أطباء تونس الخضراء. وكم يسعدني ويشرفني في هذه الحلقة الجديدة أن نستضيف لكم دكتورة في مختصة في تصفية الدم وأمراض الكلى. الدكتورة هي السيدة زهرة العلويني. في البداية خلينا نرحب بك دكتورة، قولوا لك حللتي أهلا ونزلتي سهلا. عسلمة سي زبير وعسلمة مستمعي الحياة فهم. مرحبا بك أخت زهرة. يعيشك بارك الله فيك. بطبيعة الحال نحب نعرفوا الأخت زهرة، نحب نعرفوا النشأة متاحة، نحب نعرفوا الدراسة متاحة الابتدائية كذلك الثانوية والكلية فيما بعد. أعطينا فكرة عن النشأة متاعك والولادة متاعك. بون زهرة علويني، تولدت في القروان في المر في نهر صالح السويسي، والدراسة الابتدائية في مدرسة طريق سوسة، كان مديرها سي عبد الرحمن النجار الله يرحمه. الله يرحمه. وحتى للسيزيام، ومن بعد الثانوي من الأول قريت في معهد بورقيبة للفتيات بالمنستير. أيوة. والبكالوريا جيت قريتها في ليسي المنصورة. حكينا عن الدراسة الابتدائية، تذكرش شكون هما المعلمين نتاعك خاصة الفترة الأولى؟ المعلمين وي نتفكر في السنة الأولى كانت عنا مدام زينب الهمامي، هذيك نتذكرها. وفي السنة اللي نتذكرهم معناتها العوام هذيك قراتني سنة أولى وسنة ثانية، فما سي شادلي الدستوري يرحمه قراني سنة رابعة، هو مدام عايشة حشيد. الخامسة سي محمد الخريبي، والسيزيام أنيستي صغيري. تبعت الحال هذوك اللي نتذكرهم بالقديم معناتها، واللي معناتها خلاو في معناتها حبيتهم المعلمين هذوك، حبيتهم برشا. قعدوا عندك ذكريات جميلة؟ ذكريات جميلة الحقيقة. وديما كنت أنا وعندي صديقي في القسم شهاب حمودة والسي صدق حمودة يرحمه زادة، قلنا ديما نتعاركوا على البلاصة الأولى، يا هو الأول يا أنا الثانية، يا أنا الأولى لا هو الثاني. هذاك تنافس شريف. هذاك كان معناتها هذاك اللي نذكره داير من المدرسة الابتدائية أكثر حاجة معناتها. ثم انتقلت بطبيعة الحال المنستير، قريت تعليم ثانوي في المنستير، وصاحباتي نتاع المنستير تو ما زلت أصحابنا وياهم معناتها، معناتها أصحاب الليسي هما اللي يقعدوا أكثر حاجة معناتها، وتو العلاقة طيبة معاهم ونتلقى ونتكلم في التليفون، وتو الفيسبوك سهل برشا، حتى اللي ضيعناهم أنتخوتون رجعنا لقيناهم بالفيسبوك. وحتى السنة السابعة وسنة السابعة سنة السابعة قريت هنا، لا سنة السابعة قريت هنا البكالوريا تتويج متاعك. اي قريت هنا، نجحت في الباك من ليسي المنصورة وقتها كان ليسي واحد. ليسي واحد مع كان سيرفان جينيرال سي أحمد بن عبيد يرحمه الله يرحمه. وكان أساتذة مستدامة الأساتذة. الأساتذة بالحق ثلاثة أساتذة اللي قراوني معناتها الحاجات معناتها المواد الرسمية في الشعب اللي أنا كنت فيها، كان سي حمد الجوادي ربي يذكره بالخير أستاذ علوم، أستاذ علوم طبيعي. أيوه. والسي أحمد السميعي قرانا الفيزيك. أيوة. والسي ناصر العجيلي الله يرحمه ماتيماتيك. الحقيقة
معناتها فريمون ان مون ماركي سورتو سي ناصر الى كلهم مي سي ناصر وسي حماد الى في ان سيريو الحقيقه قويه ياسر معناتها كلي فريمون تقرا معناتها يحبك في القرايه مش كلي تقرا خايف ولا ما تحب بالصفه عليك ولا معناتها يحط لك في مخك من نهار الاول اللي تقرا راك باش تنجح مش تقرا وكهو معناتها وفما زيدا اللي الله يرحمه وبعد كيف كبرت وليت اصحاب انا وياه برشا هو سي احمد الكيلاني الله يرحمه الله يرحمه نعم. هي نخبه متميزه من الاساتذه في المعهد المنصوره واللي خليت ربما ذكريات جميله هما اللي قرروك وهما اللي عود لهم الفضل خاصه في التعليم الثانوي تحصلت على البكالوريا بطبيعه الحال في معهد المنصوره والمرحله اللي من بعدها هي كليه الطب بطبيعه الحال كلية الطب بسوسة تعديوا سنوات الحقيقة هما أعز سنوات هما سنوات مرحلة طلابية الحقيقة معناتها كلي الواحد يحس روحه كبر يحس روحه اكتشف يبدأ يكتشف الدنيا بالحق ويكتشف العباد وخاصة معناتها الاختصاص اللي احنا عملناه ولا الشعب اللي احنا عملناه معناتها شعب الطب معناتها تتعلم على بكري حتى الكونتاكت مع العبيد مع المرضى تتعلم معناتها تقرب مقاسي الناس تقربهم دو تري بري معناتها تقرب المقاسي الناس والأوجاعهم وألامهم وألامهم وكل شيء معناتها وانت صغير تحس به برشا معناتها فما معناتها انت تتعلم في المهنة إيه أما زادا لا كومباسيون اي لومباتي تكون قوية مع المريض راه وخاصة كلية الطب بسوسة كانت لها تأثير كبير خاصة هناك أساتذة كبار كان لهم تأثير إيجابي في مسيرتك كطالبة في كلية الطب بسوسة فما أساتذة اللي ما يتنساوش الحقيقة أولهم سي شادلي بوزاكور الله يرحمه هو كان الفيس دويان وكان يقرينا الاناتومي باثولوجيك امراض الانسجه سي شادي من الناس اللي تذكرهم على خاطر قراونا الخمس سنوات ملي دخلنا الفاكولتي العام الاول للي في السانكيام اني لو ديرني سيمستر معناتها قرينا عنده خاطر قرانا من الاول طبيعه الانسجه معناتها غير المرضيه في العامين الاولاني وبعد كي دخلنا باش نقراو التوسكي امراض والكل سي شيرلي قرانا معناتها الاناتومي باثولوجيك التوسكي انسجه مريضه والدياغنوستيك نتاعهم كل شيء واللي يخليك تذكروا سي شيرلي الله يرحمه انه هو كان قريب من الطلبه برشا هو كان تحس راجل كبير مي ياسر قريب من الطلبه ويسمعهم ويتفهمهم ويتفهم مشاكلهم معناتها كان قريب من الطلبه برشا داير قليل فين تسمع اتيديون يقول بروفيسور اما يقول بروفيسور بوزاكورا ولا اذا باش يسميه باسمه سي شادي ما يقول سي شادي يقول عم شادي عم شادي نعيطوا له معناتها ما نعيطولوش لا ما نعيطولوش سي شادي نعيطوا عم شادي تلمو سي معناتها كان قريب منا برشا كاستاذ وكان معناتها هي الماده نتاعو كلي يغرمك بها معناتها كي تقرا عنده معناتها تغرم بها هذا حسن التواصل بين الاستاذ والطالب يخلق جانب من الاريحيه الطالب يشعر ان الاستاذ نتاعو هو عباره كاب وخاصه يكون في الماده نتاعو اللي هي مش يقرا فيها فما اساتذه اخرين بيان سور فما زاد اللي فريمون ايل اكسلي في تقديم الدرس معناتها فريمون يقدموا بطريقه اللي تخليك تتب وزاد ما تحسش بالقلق او كونترير تحس اللي الوقت جري وفي ساعه ما في والدرس مازال ما كملش ولا ماذا بيك يزيد يقعد معاك الاستاذ هذاك هو سي عبد الكريم الزبيدي الله يذكره بالخير الحقيقه معناتها وزير وزير اي شد برشا مناصب في زوز ولا ثلاثه وزارات شد الصحه وشد الدفاع شد كانت الدوله للتعليم العالي والبحث العلمي قرانا فيزيولوجي زيدا فريمون معناتها لي كور نتاعو كانوا قرانا عامين العامين الاولاني قرينا عنده قرينا زيدا عند سي منصف المرزوقي سي منصف المرزوقي قرينا عنده رئيس الجمهورية السابق السنة الأولى والسنة الخامسة
سي منصف المرزوقي الاختصاص نتاعو اعصاب اعصاب مي كان عند عامل عنده اختصاص اخر اون باراليل وهو اللي حل بيه ديبارتمون تاع الميدسين كومينوتير في كلية سوسة يتسمى الطب الجماعي ولا المجتمعي معناتها يتلهي بالطب في المرحلة الأولى معناتها لا ميدسين دو بروميير ليني معناتها لي ديسبونسير وال الصف الأول الخط الأول فوالا هذاك سي المنصف بروميير اني و سانكيام اني الأولى والخامسة وقرر في القلعة تقريبا وفي الانترنا في في الستاج نتاع العامين اللي بعد سانكيام اني هذاك ثم ستاج يتسمى ستاج دو ميدسين كوميونيتير وكان اجباري في كلية الطب في سوسة ثاني في تونس ما كانش اجباري مش ما كانش في كلية الطب بسوسة كان إجبار. ستاج اجباري هذاك عملت الانترنا نتاعي اللي باش ندخل الستاج هذاك سي منصف المرزوقي خذا القلعة الكبيرة بكلها سبيطارها والمستوصفات اللي فيها كبروجي بيلوت للميدسين كوميونيتير واحنا البروموسيون نتاعي واللي بعدنا عملوا لي ستاج دو ميدسين كوميونيتير في القلعه وكان هو يحضر معنا مثلا انا في السبيطار كنت عندي كونسلتاسيون في السبيطار تاع القلعه كونسلتاسيون نهار الاثنين وهو يحضر معنا ويرافقنا ويعاين الكونسلتاسيون عندنا هو كان على خاطر اختصاص الاعصاب يثبت معنا يلندرا عملنا معناتها ليكزامان نورولوجيك نتاع المريض اللي يجي للكونسلتاسيون ولا لا هذيك ديما يقعد متابع ديما يتابع يتابع الستاجير يتابع المتربص الطالب المتربص فوالا بالنسبه بتابعه الحال خمس سنوات في سوسه ثم الانترنا الانترنا عديت ثمانية شهور في القروان زوج ستاجات رجعت الى القيروان اي تربص في الطب الاطفال قسم طب الاطفال مع سي لحبيب الخراط تحيه من هذا المنبر الى الاستاذ عزيز لحبيب الخراط عزيز علينا برشا الحقيقه وفي التاطير نتاعو الحقيقه كان روعه سي لحبيب معناتها والله هم كل اطباء القيروان في مسيرتك هم راهم غاليين علينا برشا نعاود نقول هالكلمه هذه غاليين وعزاز علينا برشا على خاطر قاعدين يقدموا في خدمات جليله خدمات انسانيه وكل الحمد لله ابناء القيروان من الاطباء عندهم سمعه طيبه وطيبه للغايه الحمد لله منهم سي لحبيب الخراطي سي لحبيب بالحق سي لحبيب بالنسبه ليه المريض معناتها انسان يحب الطفل المريض يعتبره ولده معناتها عزيز عليه على الاخر الطفل الصغير المريض معناتها سي لحبيب مع الصغار سي حاجه اخرى الحقيقه مده التربص نتاعكم اربع شهور اربع شهور وقتها في الانترنا احنا عاملين انترنا كل تربص مدته اربع شهور وسي لحبيب الله يذكره بالخير زاد ايضا على مستوى قسم الاطفال طوروا برشا وخذا امبلور اخرى مش معناتها معناتها في اي بدا مستشفى جامعي هو مستشفى القيروان بن جزار بدا مستشفى جامعي مع قسم طب الاطفال مع سي لحبيب الخراط عرف فيه كثير من النجاحات طب قسم الاطفال عند سي لحبيب وكون مجموعه من الاطباء وكون مجموعه ايضا من الاطارات حتى الأطبية. اللي جاوا بعده الحقيقه وتلمذوا على يديه زادوا حسنوا فيه قسم طب الاطفال الحقيقه نعم ثم أربع شهور إذن مع طب الأطفال مع الأستاذ الحبيب الخراط والأربع شهور الأخرى قسم أي قسم؟ جراحة قسم الجراحة جراحة وقتها كان رئيس القسم دكتور بن يونس وكان معاه دكتور كعبار دكتور نبيل صوى ودكتور مجدوب هذوما اللي كانوا معاه وقتها وفي كل فترة ذيك دكتورة حبيت نسألك كان السؤال معناتها المعدات والتجهيزات ما كانش متوفر ولا متوفرة لا لا الحقيقة كان شيء معناتها يتعب اللي كان فما مزي معناتها فيه معناتها تقول فما حاجة فيه هو قسم الإنعاش نتاع هو البرينتال هو البرينتال وريانيماسيون نتاع قسم طب الأطفال هذاك كانت فيه ديكوفوز سوفيستيكي وفيه كان شوية أما الأقسام الأخرى جموع شيروجي ما كانش في حاجة كبيرة الحقيقة وكان فيه ديبي متعرى وكان معناتها وقتها
كان وراو 4 ولا 5 ولايات يجيو يشقوا هنا، سليانة، ناس من القصرين، سيدي بوزيد والقروان وجماعة ولاد الشامخ تبعين المهدية. اي تبعين المهدية، معناتها مهدية، ويجيو للقروان باش يداوي. وبالحق علاش خاطر فما خدمات طيبة؟ لا مش على خاطر القرب، زاد وقتها راهو معناتها الكياسات ما كانتش كيما كانت توا، كيما ولات توا، معناتها الكياسات خايبة. وانت من ولاد الشامخ باش توصل المهدية تحب لك 50 كيلومتر، على الأقل باش تجيبوا القروان عندك 15 كيلومتر قدام قريبة. أسهل. معناتها ولو أن بعد لو ترانزيت بيه السوسة يولي أسهل، معناتها على خاطر معناتها اللي كان فيه معناتها معدات متطورة وأطباء اختصاص بصفة كبيرة، معناتها بعدد محترم. هو كان فرحة حشاد، وبعده شوية المستير، وبعده شوية سهلول، معناتها أنت قروين كنا فريمون الاختصاص باللي كان، وما كانوش برشا توا الحمد لله ولد أمه الحمد لله. فما أما وقت الجراحة الحقيقة ما كانتش لغالبة وقت اللي خدمت أنا، كان هنا في سبيطار ابن الجزار قسم القبة، والرينيماسيون كانت غادي، وبالحق حتى البنية كانت على قدها على الأخر، ما بالحق كانوا يخدموا في خدمة قوية، معناتها مش كانت فما خدمة، معناتها الديبي متاع المرضى كان كبير، العدد متاع المرضى بالنسبة للكاباسيتي متاع سبيطار القروين كان أكثر من الكاباسيتي، معناتها عدد المرضى أكثر من الكاباسيتي متاع سبيطار القروين. وانا ساوش هذا الإطار الطبي كان كفء. اي وقتها كان، أنا قلت لك الجراحة وطب الأطفال كانوا هما هذوك الزوز الأقسام الجامعية في السبيطار. تقبل يعني من با وقت اللي خدمت أنا وقتها من الأول ما كانش فما حتى طبيب أشعة، فما كان لي تكنيسيان كهو، كانش فما طبيب أشعة في السبيطار، كان فما طبيب معناتها في القطاع الخاص طبيب واحد كهو، هذاك شكون كان فما من الأول. إذا 8 شهور في مدينة القيروان في مستشفى ابن الجزار، ثم عدت الى سوسه هكا ولا؟ اي مشيت لسوسه وخدمت في القلعه الكبيره، وخدمت في سبيطار فرحه حشيد، عملت بعد نورولوجي بعد ايماتولوجي، معناتها عده محطات واختصاصات تبعتهم. ثم بعد يظن انك مشيت المستشفى العسكري قبل ولا مشيت؟ لا بعد مشيت المستشفى العسكري باش نعمل كفاءه في تصفيه الدم. قعدت في المستشفى العسكري؟ قعدت 3.5 سنين. قعدت مدة تقريبا 4 سنين تقريبا، على خاطر كنت معناتها بالتوازي عملت طبيبة منسقة لزرع الأعضاء، طبيبة منسقة لزرع الأعضاء هذيك ميدسان كوردينيتور دو غريف دورغان بوغ لا غريف دورغان. كنت نلم لي دوسي، شنو نلم معناتها نشوف في العيادة الخارجية، نشوف المرضى اللي يتقدموا مطلب زرع الأعضاء، ونحضر الدوسيات نتاعهم نتاع المريض ومتاع اللي باش يعطيه المتبرع، وكنت وإلا نحضر الدوسي نتاع المريض اللي يقول لك نحب متبرع من 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 متوفي ما عندوش متبرع قريب له، معناتها خو ولا بو ولا ام ولا حاجه. كنت تمشي على سير دوسي هكا ولا؟ اي لا يحضر هو سي سور دوسي، هو لا مش سور دوسي هكا، انت تحضر الدوسيات مثلا وقت اللي يكون فما معناتها حالة نتاع نتاع اخذ اعضاء وزرعهم للناس اخرين، ناخذوا الدوسيات هذوك، فما هي لوجيسيال في الاورديناتور صابين فيه هذوك المعطيات نتاع كل مريض، وكل مريض ديزانفورماسيون اي المعطيات الكل، ونحطوا نوعيه الانسجه الهاشيلا والجروب سانكان نتاع المريض هذا المتوفي المتبرع، نحطوهم قدام الدوسيات هذوك الليسته نتاع المرضى هذوك، وسيل الاورديناتور هو اللي يوري لك بار اوردر دو بريوريتي، معناتها الاولويه شكون المريض اللي اكثر كومباتيبيليتي اللي تمشي معاه الكلوه هذيك ولا العضو هذاك اكثر من الاخر، من الاول حتى للاخر الليسته، معناتها
وهو ما فماش كان الانسجه، هما فما 40 40 كريتير، ما نعرفش اش تقال مواصفه، معناتها في المواصفات 40 مواصفات اللي تمشي يختار عليهم شكون هو الاول وشكون هو الاخر. مش احنا كاطباء نختاروا، ماشي البرنامج البرمجيه هي اللي تختار المتبرع اللي انا مريض باش يعطي، اللي الكومباتيبل لي اكثر من غيره. اذا قعدت 3 سنين في المستشفى، في المستشفى العسكري. عسكري كل قايل مده طويله، ربما في 4 اي اللي هي الكفاءه بين العام والاثنين، شهاده كفاءه. اي شهاده الكفاءه تاخذها بين عام والاثنين انت، ومعناتها هو في عام ينجم يتخذها كشهاده الكفاءه، اما هو لو سيرفيس نتاع لوبيتال ميليتير ما يسيبهاش في عام الشهاده، يحب عليك عام اخر معاه وبعد يعطيك شهادتك، معناتها تعدي الامتحان وتاخذ الشهاده نتاعك بالكفاءه في تصفيه الدم. شو رايك دكتوره كان نعمل مراوحه فنيه، شكون الفنان تحب تسمع؟ اظن قلت لي من الاول تحب تسمع كريم محمود هكا ولا؟ اي كريم محمود. والاغنيه مشغول عليك مشغول. اذا زميلنا ايمن ليقا طلعنا اغنيه تاع كريم محمود.